تحياتي لك للأصدقاء، طمنونا عنكم إن شاء الله بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله رح نبدأ معكم مع سلسلة فيديوهات بتخص المقامات أو الأفرع المقامات العراقية يلي بيسموها الأطوار، ورح نبدأ معكم إن شاء الله اليوم مع فرع المحمداوي أو الطور المحمداوي. ويلا نبدأ. إذن أصدقائي، اليوم رح نبدأ معكم سلسلة فيديوهات بتخص الأطوار العراقية يلي بيسموها بالعراق الأطوار، ونحن بنسميها أفرع مقامات، لكن هي خاصة بالعراق الشقيق. رح نبدأ اليوم معكم مع طور المحمداوي، وبدنا نشتغل إن شاء الله باقي الأطوار يلي مثل المخالف، مثل اللامي، الزمزم، البياتات كمان مثل الحياوي، العلواني، الناصري، بيات العدل، الغافلي، الدشت، سويحلي، كله ان شاء الله رح نشتغل عليه. لكن رح نبدأ اليوم مع خص الفيديو اليوم لطور المحمداوي او فرع المحمداوي. بداية المحمداوي صاير خلطة من شوية مقامات، يعني خلطة في عجمين وفي حجاز. اليوم رح نشتغل على علامة الله، اوكي. هلا المقام فيه عنا بياخد تقريبا حجاز الصول مع عجم الفا مع عجم الدو، مع مثل عجم مثل حجاز الدو ولكن مختلف شوي، اوكي. وعنا هون بالعلامه السي بتكون فري، احيانا من شرقها ربع، احيانا من شرقها نص نظامي، يعني احيانا من شرقها ربع، احيانا بنتركها فري بدون تشريق، اوكي. وهي علامه الفا ما في داعي لها نهائيا، يعني هلا حاليا عنا تشريقه وحيده اللي هي علامه الري بيمول، ولكن لفوق مو لتحت، اوكي. يعني لما بنشرق الري بدنا اياها تكون هون على علامه الري بيمول، يعني زائد ناقص 50 هون بتكون هون زائد 50، اوكي. فمن نحولها على الري بيمول لانه الري نحن عاوزينها بشغل تاني، اوكي، بالتقسيم. يعني عندنا هلا بدايه الري بيمول زائد 50، اوكي، مو ناقص 50. العلامات تقريبا اذا خلينا ناخذها من اللا للا، بتلاحظوا نحن عم نشتغل على لا ولكن الارتكاز رح يكون على الدو، اوكي شباب، الارتكاز رح يكون على الدو. اذا بدنا ناخذ من دو لدو مثلا، ملاحظين كيف؟ هاي علامات المحمداوي، اوكي. ولكن هو مثل ما قلت لكم صاير خلطه، وبالتقسيم الواحد بده يلعب شوي بالتشريق. يعني هاي السي بدنا نشتغل عليها ربع، بدنا نشتغل عليها نص، بدنا نشتغل عليها فري، اوكي شباب. ولكن اصح شيء هي الفري. رح نبدا معكم هلا تقسيمي على بدون تشريق السي محمداوي. بعدنا عند علامة الدو، لكن هلا حنطير على باقي الهي، اخذنا يعني بس فقط شوية عجم دو. ملاحظين هون مثل اخذنا حجاز صول، هلا هون نرجع عجم فا،
هذا هو لكان هنغير الصوت. رح نجربه ونشتغله على ربع. اوكي ناقص 25 بس علامة السي. نجرب التقسيمة كاملة. هلا رح نجربه تشريقه كامله بصير اشبه بالصبا شوي. يعني هلا هون صار تشريق سي مع سي ناقص 50 والري زائد 50. اوكي ما ننساها الري بيمول زائد 50. لاحظتوا كيف هلا هيك؟ هلا انا برايي يا اما ناقص 25، انا هيك اللي بشتغل انا بشتغل عليه فري اغلب الاحيان، احيانا بحط 25 يعني ربع بشريق السي، ولكن انا برايي نخلي 25 كحل وسط احلى نتيجه تطلع معنا. بس رح اجرب لكم نشتغل على شيء ايقاع ناخذ تشوبي او خلونا على شفت الدل العراقي على الخشابه يعني. وهذا كان الفيديو اليوم شباب، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كنا مع طور المحمداوي العراقي، وان شاء الله باقي الايام الجاية بنزل لكم شوية فيديوهات على باقي الاطوار العراقية او الافروع المقامات العراقية، ونشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوا الاشتراك ولايك، وان شاء الله بشوفكم الفيديوهات الجاية والى اللقاء.